قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا أنه لا يجوز الدعاء عند القبور، فهل يجوز الدعاء عند قبر الوالدين بالدعاء لهما؟ الدعاء للميت لا بأس عند قبره، الدعاء للميت، إنما الكلام دعاء الميت أو طلب الدعاء منه، دعاؤه نفسه هذا شرك أكبر، طلب الدعاء منه هذا أيضا شرك، لأنه لا يطلب من الميت شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين وأما الدعاء عند قبره؟ عندنا ثلاثة أشياء: دعاؤه، دعاء الدعاء به، الدعاء عنده، ثلاثة أشياء. أما دعاؤه هذا شرك صريح، وكذلك الدعاء به وهو ميت، دعاء به هذا بدعة، دعاء به يعني تدعو الله وتجعله وسيلة لقبول دعائك الله، هذا بدعة، والدعاء عنده هذا وسيلة من وسائل الشرك، الدعاء عنده، دعاء الله عند القبر هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم.